أنا ده القلب جرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصعب. روح يا ريحان سلم أحباب القلب. لا لا ولا لا يا بلالا جميل نقول الله الله أكبر يا وطن اسمك مطرس بالذهب والفضة. الله أكبر يا وطن يوم الوغى ننده نقول الله الله أكبر يا وطن اسمك مطرس بالذهب والفضة. لنهاب العدا ولا توب الردى لنهاب العدا ولا توب الردى إلا العالي بأهلا. الله 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 يوم الوغى ننده نقول الله. لا لا ولا لا يا بلالا جميل بين الرجال بالفارس حارس على باب من نور مطرف بابك غالي بغلا العيون طهر وصل اطرابه يوم المحن منصور. الله اكبر يا وطن بابك غالي بغلا العيون طهر وصل اطرابه يوم المحن منصور. لنهاب العدا ولا توب الردى لنهاب العدا ولا توب الردى إلا العالي بأهلا. الله 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 يوم الوغى ننده نقول الله. يا ما شكت روحي ويا ما نده القلب جرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصعب. روح يا ريحان سلم أحباب القلب. بعية شواربك عمي نعمان، بدنا خبر عن الجماعة بأسرع وقت. هلا بس خلص ترويقة رح بروح براسي وجيب لك الخبر الشافي يا معلم حمزة. إن شاء الله شوفي وراكم يا معلم حمزة، كسبانينكم أنتم وأحسن الغالي. الله يعزك الله يعزك، بس مشاغلنا بالشام لفوق راسنا والله. ولك يا خيي بخلص العمر وما بتخلص المشاغل. الله يعزك يا عمي، المهم توصل الأمانة للجماعة بأسرع وقت بإذن الله. السلام عليكم. طبعاً بعرف يا خواجه، ما حدا يفهمني. طب شو القصة؟ مين؟ يوسف اهلين فرد تفضل. طبعا خير عمي ابو طالب. اهلين تفضل. الله يزيد فضلك، والله فضلك سابق علينا يا عمي ابو طالب. بس ممدوح افندي عاوزك لعنا على المخفر. خير. والله ما حكالي شو الموضوع. ايوه ماشي يا عمي، سبقني ولحقك. السلام عليكم. الله معك الله معك. السلام عليكم. اهلين بالزعيم. تفضل رئيس المخفر عم يستناك. يا الله. الاندال ابو عدنان وشيخ بلال ما بيخالفوا له امر بنوب بنوب. طبيعي يا اغا، ما هن عضوات الديوان الحالي. مو بس هيك، كأنه ماسك عليهم أمر عم هددهم فيه. أمر شو يا آغا؟ هذا يلي لازم أعرفه. وكيف بدك تعرف هالشي؟ بدها صفنة، لأنه لازم خلي المختار والشيخ بلال من صفي أنا. بس بلا مؤاخذة يا آغا، مو بالضرورة يكون أبو طالب ماسك عليهم شي حتى يطوموا. لكن شو السبب برأيك؟ هيك عالم وناس يا آغا بيمشوا ورا القوي. الحمد لله على كل شيء. الحمد لله عمي. ايوه الموسم هالسنه كثير منيح. كتر خير الله. عليم الله يا عمي محمد انك ونستي وكنت بغلاوه ابني مرعي. صحيح عمي، انا من اول ما اجيت لهون ما لمحت ابنك. ابني مرعي تعيش انت. انا اسف عمي، بس والله ما كنت عرفان. بسيطة عمي بسيطة. بس يعني عدم مؤاخذة، شلون توفى؟ قصة طويلة عمي، قصة طويلة. كل ما بسألك عمي بتقلي قصة طويلة. احكي لي عمي، والله بترتاح. ما بدي اوجع لك راسك، انت اللي فيك مكفيك. معلش عمي، احكي لي والله بترتاح. هذا يا سيدي على ايام الفرنساوي، لما بلشت الشباب تتسلح مشان تحارب الفرنساوي ما بلاقي لك غير مرعي. صار يفور فوران كنت بيلتحق بالثوار. ايوه وبألف يا ويلاه لحتى خلينا يقيم هالفكره براسه، بس صار يطلع بالمظاهرات يا مين يشوفه قدام المخافر والحتميه. مع ضمنها صار يوزع مناشير يدعو فيها اهل الشام مشان يهبوا ضد الفرنساويه. يا الله محيا اصله. كفي عمي، بعد كم يوم ما شفنا لك الفرنساوي طب علينا وطلبوه بالاسم. اف بالاسم؟ مش هاي يا عمي مش هاي، ولادي الحرام وشوا عليه وسلموه للفرنساوي. وبعدين عمي؟ من سجن لسجن، من محاكمه لمحاكمه، وبعد فترة نفوا لجزيرة ما عرفنا وين. المعلوم عمي، لأنه اللي بيجابههم بالقلم أخطر عليهم من اللي بيجابههم بسلاح. من وقتها ما عدنا سمعنا عنه شيء، بس وصلت لنا أخبار إنه لا حول ولا قوة إلا بالله، إنه كتر ما عذبوه مات تحت التعذيب. الله لا يوفقهم ولاد الحرام، كانوا شنعوا بالعباد تشنيع. بس عمي يعني عدم مؤاخذة، بلكي اللي عم ينقل لكم الأخبار كذاب أو مخربط، يعني احتمال ابنكم يكون عايش. ما بظن عمي ما بظن ما بظن. ليش بقى؟ لأنه الفرنساوي صار له زمان طالع من البلد، لو كان بده يظهر كان بين، وهذا اللي كنت حسه على طول. بس ما بعرف ليش كان إحساسي، بجوز كان يخدعني، انه بجوز وهم انه مرعي لساته عايش. هاي الفرنساوي صار له كذا سنه طالع من البلد، لو له اثر او انه لساته عايش كان بيان. معك حق عمي، بهي قصة مرعي ونطقطق للسلام عليكم. توكل الله عمي. لا إله إلا الله. من وقت ما مات كل ما أتذكره بحس إنه ظهره وشعري ببدني، ظهره وشعري ببدني، كسر ظهري، كسر لي ظهري لأنه كان وحيدي. مشان هيك قلت لك عمي إني تونست فيك وحسيتك مثل ابن بلدي. عمي أنا من اليوم رايح ابنك قدام الله. رح تقومي غلاوة مرعي بإذن الله. عمي أنت مثابة الوالد، اللي عملته معي ما رح أنساه لأموت. الله يرضى عليك ويخليك لشبابك. تعال عمي تعال. عملت فيني يا طلال، عملت فيني يا واطي. نزل ايدك ولك ما رح نزل ايدي، ما رح نزل ايدي ولك شو شفت منه للجماعة، ولك سودت وشي معهم، سودت وشي معهم، ولك شو شفت منه لأبو طالب، ولك بنت شريفة بنت عالم وناس بترميها هالرمية، ولك بتتركها شاكلة. أبو العباس اسمعني، اسمعني ولا تكسرني أكثر مالي مكسور. ما بدي اسمعك، ولك ما بدي اسمعك. الله لا يوفقك، الله لا يوفقك يا طلال. سودت وشي ولك آخذ بنت من بنات عيال الشام، ولك شو شفت منهم للجماعة، بشو أذوك، شو الشي اللي ضروك فيه لحتى تعمل معهم هالعملة الخايسة. سوت وشي الله لا يوفقك، سوت وشي الله لا يوفقك. مشان الله اسمعني، اسمعني بقى أبو العباس اسمعني. شو هالحكي يا ممدوح أفندي؟ بكل أسف يا أبو طالب هي هي الحقيقة. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا لطيف يا لطيف. كيف وصلكم الخبر؟ شرطة المحافظة يا أبو طالب وقفتنا بتقرير مفصل عن الحادثة. تقرير مفصل؟ إيه نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شو هالخبرية هي؟ تحب تقرأ التقرير يا أبو طالب ولا أقرأ لك يا أنا؟ أقرأ أنت من بعد إذنك، لأنه الخبر هز كياني وطلعني عن طوري. تؤمر يا أبو طالب. من شرطة محافظة دمشق إلى مخفر محلة الإمارية، ولأسباب ملحة دعت مخفر الإمارية لتحويله إلى مخفر محلة الأنوات بشكل عاجل وسريع، كون المغدور يرتبط بالمصاهرة مع نور الدين الأنواتي أبو طالب زعيم محلة الأنوات. وبعد، لقد تم العثور على جثة المغدور طلال زيد النشواتي من محلة الإمارية إلى جانب عشيقته افتكار محجوب العجمي من أصول لبنانية، وذلك في بساتين الصالحية. ونتيجة لترك الجثتين لمدة 3 أيام متتاليات في العراء، تأكد للطبيب الشرعي المختص بأن الضباع أكلت الجثتين ولم تبقي إلا على ملابسهما وهويتهما. الهوية موجودة؟ إيه نعم يا طارق. هي الهوية. العمر إلك يا أبو طالب. الله يسلمك يا ممدوح أفندي. أبو طالب شو بتطلب نحن بالخدمة؟ يعني بتمنى من جنابك إنه هذا الموضوع ومسبباته ما تطلع لبرا، لأنه هذا الشيء رح يحط من كرامتي وكرامة المسؤولة بنتي وكرامة عيلتي. تؤمر الأمر يا أبو طالب، بس أنا خايف تنفضح السيرة من قبل مخفر الإمارية. شو هالحكي؟ مثل ما عم لك يا أبو طالب. شيء بس أنا بوعدك إنه يبقى التقرير بعهدتي وبكامل السرية. يا ريت يا ممدوح أفندي، بعدين شو بيجي من رب العالمين يا محلاه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بالإذن. أهلين أبو طالب. السلام عليكم. شو عم تحكي انت طلال؟ لك شو الحكي اللي عم تقوله؟ ان شاء الله تكون ارتحت ابو العباس. قرار بالكبسة كانت مشان الله نقص لك، أنا قصة يا أبو العباس، لك شغلة بتعيب كرامتي، بتعيب رجوليتي، هي بتعيبني أنا. لك طلال، ولك أنت مو صاحبي ورفيقي، ليش ما جيت وحكيت لي؟ لك كنا لقينا حل. حل أبو العباس؟ الحل الوحيد إني أخلي من الحارة، لأنه طلعت مالي رجال. إيه مالي رجال أبو العباس. أوعى أوعى يا طلال، هذا الحديث ما بدي أسمعه منك مرة تانية. أنت رجال وسيد الرجال، عم تفهم علي؟ رجال وسيد الرجال. إيه إيه عم بفهم عليك، أنا رجال. إيه إيه أبو العباس. إيه لك آخ يا أبو العباس، آخ لك آخ. لك يا ريت، أهلا وسهلا، زارتنا البركة والله. نحن اللي بنتبارك فيكي خالتي أم عبدو. عادي تقبريني عادي. خالتي ما وعدتيني روح عند ست مريم المفروض صلحة بينها وبين جوزها؟ خليها لربي، لأنه لا أنا ولا أنت بنقدر نتدخل بالسيرة. أبوها اللي هو الزعيم أبو طالب ما قدر يحلها. ليش الزعيم أبو طالب بيكون أبوها لست مريم؟ إيه نعم. والله أنعم وأكرم من هيك نسب. الزعيم أبو طالب من خيرة رجال الشام، والكل بيحلف بحياته. الله يسلمك. معلش، ومع هيك بدنا ندخل صلحة بيناتهم. هي يعني عدم المؤاخذة، أنت ما بتعرفي يا لمريم، شلون يعني بدك تتداخلي بالصلحة؟ هي أهلها يلي هن أهلها ما قدروا يتدخلوا. أنت أكرم من الله يا خالتي. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. خالتي احكي لي شو مسببات المشكلة بيناتهم؟ شو هالحكي؟ مثل ما عمل لك عمي، بس هيك طولت السيرة كثير يا أول هون. شو كنت عمل لك أنا؟ رحت عند معلمين الكار وكلهم قالوا لي القصة بدها وقت لحتى يبين معهم من وين. لك نحن بس بدنا نعرف شو أصل الخنجر، لأنه بناء عليه بيترتب كل الروايات. شو عمل لك؟ سبحان الدائم على الدوام. يا لطيف. سبحان الحي الذي لا يموت. انتقل إلى رحمته تعالى طلال زيد النشواتي. إنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان الحي القيوم. سبحان الدائم على الدوام. انتقل إلى رحمته تعالى طلال زيد النشواتي. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يستر أبو طالب. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله تعالى العظيم. على يا الله يعينك يا أبو طالب على هالمصايب. الله العلي العظيم، أنا شو هالمصيبة هاي؟ ترملت هالمخلوقة على بكير، رحمة الله عليه. الله يستر عليه. آمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يجعل مسواه جنة يا جماعة. آمين آمين اللهم آمين. هاي مشيئة ربك، شو بدك تساوي؟ سمعونا الفاتحة. سبحان الدائم على الدوام. انتقل إلى رحمته تعالى طلال زيد النشواتي. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا علقتي عليكي يا بنيتي، يا علقتي عليكي، ليه بتحكي عظمة؟ يا علقتي عليكي، طولي بالك يا أمي، طولي بالك وحدي الله يا أمي، طولي بالك يا أمي، طولي بالك يا أمي، وحدي مشان الله أمي. قولي على قلبي عليك يا مال الشام. لا حول ولا قوة إلا بالله. اصحي تقبريني، اصحي تقبريني. شافت عمرك يا حبيبة قلبي، خدي من إيدي حبيبتي مال الشام. يا أمو تقبريني ولي على قلبي عليك يا أمو مال الشام يا أمي. طيب معلش أسألك سؤال. تفضلي. بس يعني بدون ما تزعلي وتفهمي سؤالي غلط. شو بكي خالتي أم عبدو؟ احكي. يعني بيني وبين حالي كنت عم بسأل ليش منيرة خانم بدها تتعرف على مريم؟ لا ما في شي خالتي، بس هيك أنا حبيتكم وحبيت الست مريم، بعدين سبق وقلت لك إنه مريم مبين عليها أكابر ومقدرة. طيب وغيره؟ شو بده يكون في غيره يعني؟ يعني عدم المؤاخذة، أنت عم تجي كل يوم تسألي على مريم، قولي لي أنت شو بدك منها؟ لا يا أم عبدو، إذا عم بزعجك بوعدك معدق باب بيتك. لا الله يسامحك، أنا كثير مبسوطة بإنه أنت عم تجي لعند مني، بس أنت احكي لي شو القصة؟ يعني ضروري الواحد يكون له غاية لحتى يزور جيرانه؟ لا، بس أنت صرت بدك تتعرفي على مريم وتزوريها كل يوم، ولما عرفتي إنه هي متخانقة مع جوزها، صرت بدك تدخلي بالصلحة. والله ما على سهلة يا الأم عبدو. شو بك يا سعدين؟ شو بك عم تحوس مثل الدجاجة البياضة؟ الله عليك وعلى حكياتك يا براد اغا. بصراحة أنا جعت كثير، أنا قايم مطمن على الشوي، عندي زنكون. شلونك يا عزيزي؟ أهلين يا بيك. بدي منك بالمعية تنشر لي خبرية مقتل سهرة لأبو طالب بالحارة، بحيث انه تصير سيره وقصه على كل لسان. لا كلك فكر يا اغا، انا عامل حسابي مزبوط ومتفق معه انه يبقى التقرير بيناتنا، بس جايز يا اغا انه ينتشر الخبر عن طريق مخفر الاماريه. لك يسلم لي ربك، شو انك هني ومحنك. تلميذك يا اغا. منين تلميذي؟ اعوذ بالله، علي الجيره سبقتني 7 سنين. العين ما بتعلى عن الحاجب يا اغا. المهم الليلة من بعد العزاء بتخلي عناصرك ينشروا الخبرية. قلت لك لا توصي حريصي يا أغا. أنا مذكرك، عسى أن تنفع الذكرى. طمن بالك يا أغا، المهم الأخير. تفضل. إلك مصلحة بالفلاحة؟ ما فهمت. من الأخير يا أغا، إذا ما لك مصلحة فيها بدي آخذها خدامة للبيت، بتعينهم بشغل البيت. اترك لي هالموضوع لآخذ برأيها. بس لا تطول يا اغا، لانه بيني وبينها عيالي تعبانين من شغل البيت. قلت لك خلص اترك لي هالموضوع هذا لبين ما اشوفها واحكي معها واحكي مع ابوها ونطبق القصه. يعني جنابك صافتها؟ ايه نعم، لانه في عندي غيرها كثير. بتعرفي عزيزي، اذا كان يوم هالمعيد كان يقول لي فيها بتصير مثلي انا. مبروك يا بيك. الله يبارك فيك. واول ما بدي اسلم الملكانه راح خليك تبطل الشغل بالخدامه، راح اعطيك عادي وكل شيء الفلاحين يخدموك ويشتغلوا تحت امرك. انا بحب اللحمه كثير يا عزيزي، انت لازم تتصدق، لازم تشتغل قدامي. عزيزي وينك يا سعد بيك؟ عم بتطمن على الشوي يا اغا، يلا جايك. تفضل شاركنا الحديث. بتعرف يا اغا، يعني ما شاء الله عزيزي شاطره كثير بالشوي. ايه سيدي؟ يعني بصراحة في شغلة ما عم تدخل براسي. شو هي خالتي؟ مدام جوزك نواقصي كل هالقد، ليش بدك حسان يدور لك عليه؟ يعني هيك زلمة ابن ناقص منه، خليكي عايشة عن بيت حماكي أحسن لي. ليش تزعلني وقلة الأصل جايبها من بعيد؟ إيه والله أهله أضرب منه، يا محلى العيشة معه لسه. لعبة؟ شو هالبيت الأحمر يلي عندك؟ ليش هيك عم يعاملوكي؟ لك شو بدي احكي لك؟ لا احكي لك، خليني ساكتة احسن شي. معلش اشكي لي همك بلكي بترتاحي. لك هداك اليوم حطوا لي ملح بالقهوة بس مشان يطلعوني بالخجلة قدام العالم، وكل ما بحط غرض بقرني ما بلاقي. العمى. ايه والله رح يطق مخي، لك هدول بدهم يجننوني. تخيلي بحط الطبخة على النار برجع بلاقيهم طافين تحتها. لهالدرجة؟ والله ماني عم صدق. لسه اكتر واكتر. لك شو بدك اكتر من انهم حطوا لي دبق على المخده قام لزقوا شعراتي. خلص لا بقى تكفي، رح يطق مخي. بقى عرفتي انا ليش رح طق؟ على ما اعرف وين جوزي، بس كرمال اقدر اترك هالجماعه، لانه عليم الله اسبوع تاني يا بقتل حالي يا بجن. والله معك حق، بس بصراحه هلا انا ما فيني ساعدك، مريم حالتها صعبه وما فيني افتح معها هذا الموضوع. طيب والسيد حسان؟ الثاني حالته اصعب ومانه فاضي حك راسه. معناتها ما ضل غير الزعيم أبو طالب. والزعيم أبو طالب الله يكون بعونه، ويله بنته يلي حالتها بتبكي الحجر ومشاكل الناس والحارة. على العافية عمي أبو يحيى. أهلين عمي طاهر. ابن حلال، لأنه كنت ناوي هلا أروح لعندك مشان أسألك عن موضوع الخنجر شو صار فيه. ماشي، السيد حسان هون؟ خير، كأنك ما على بعضها. ها؟ أي طاهر عنا، كيفك؟ صيبة يا سيد حسان. خير طاهر، شو في؟ العمر إلكم. ليش مين مات؟ طلع اللي عطاكم عمره. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا 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 لا. إنا للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. وخلينا ماشيين بتمثيلية الجفا بينك وبين بيت حماك. يا ابو يحيى فهم علي، ما بقدر اترك عمي ابو طالب بهالمحنه لحاله يعني، وتعبك كل الايام يروح على الفاضي. يا سيدي ويروح، انا قصه الجفا المصطنع هاد كلياته ما خرطت مشتي وما عاد بدي اياها بالمره. سيدي ابو يحيى فهم علي، خلص مثل ما بدك سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام. تبقى معانيكم. ذلك اليوم الحق فما شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا. شو جابوا لهون؟ ليش اجى لهون هلا ان شاء الله قالوا لي ليش جبتوا لهون؟ لك ما بدي اياك، لك ما بدي اياك، جيبوني برا خلصوني منه، لك ما بدي اياك، لك اطلع لبرا، طلعوا لبرا. صوت بنتك وصل لارض الديار، إذا ما بدك تسكت لفوت كسرها. خلص طور قلبي، والله ما عاد تسمع صوتها مرة تانية. قليلة اللي فيني بيكفيني، ولا بفوت حنكة بخلعه. خلص تقبرني، طول بالك، والله ما عاد تطلع صوتها مرة تانية، أنا وإخواتها حواليها ما رح نتركها، خلص اطمن. لا إله إلا الله محمد رسول الله. خلص تقبرني، خلص اتكل على الله. ذلك اليوم الحق. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. طلال يا هنا لكن طلعت ما تشوفوا هذا طلعت والله طلعت انبسطنا ورجعتوا بالسلامة، بس ما عرفنا شو السبب اللي غطى بهالغطة هاي بلا احم ولا دستور. لك مزبوط، بكره بدوب الثلج وببين المرج منحنا بالسيلة من طقطقنا سلام عليكم. يا اخي في سر كبير لروحته ورجعتوا على الشكلة هي. يا جماعة ابو سميح عم يحكي درر. ايه طبعا شو خلصونا بقى خلصونا بقى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تشتري على الحادثة اللي صارت معنا. السلام عليكم ابو سميح. وعليكم السلام. اهلا اهلا عمي. الكم ولا للديب؟ خسر الديب قول. ما عرفتوا لي شو سبب غياب طلالكم للفترة لك عمي؟ شو كثرة هالغلبة لك ابو سمرة؟ شيء جاية الايام وبنعرف كل الرواية. والله شغلته بتحط القعد بالكف، بعدين كل الناس بالحارة عم تجيب سيرته. لا وحياة شواربك يا ابو سمرة ما بنعرف. لك ابو سمرة انت شو بدك بهالشغلة؟ خلص دير بالك على الحارة وعلى شغلك وخلصنا. شيل حاضر حاضر. الله معكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا وما عرفت شو هي مسببات غياب هالازعر يا اغا. حاولت كثير بس اللي فهمته انه ما حدا بيعرف شي نهائيا عن الموضوع. ايه والعمل؟ مين كان بيقول انه بده يجي بنفس اليوم يلي تفطرك فيه موته؟ يا اغا لازم تعرف شو سبب غيابه وشو سبب رجعته. انا خايفه يكون في شي مخبى ويأثر عليه. تذكرت. شو تذكرت؟ واصل مشواره وراجع. لك مصري اللي انت شو رايك برجعة طلال واطي على الحاره؟ الشغله فيها إنا مزبوط. وانت شو بتقول؟ انا بقول انه متفق مع ابو طالب عليها اكيد. وليه لا يعمل هيك الصف؟ ما بعرف. هي بدها صفنه. ايه انا صفنه. هي بدها صفنه طويله. نصر دير بالك على الخان. انا بدي اروح لعند ابو صابر. ماشي. ليك ما قلت لي شو صار بيبنا؟ لا لا ولا لا يا بلالا جميل بين رجالا كل فارس حارس على باب بالنور مطرس شالا. الله أكبر يا وطن يوم الوغى ننده نقول الله. الله أكبر يا وطن باسمك مطرس بالذهب والبار. الله أكبر يا وطن يوم الوغى ننده نقول الله. الله أكبر يا وطن اسمك مطرس بالذهب والبار. لنهاب العدا ولا توب الردى. لنهاب العدا ولا توب الردى إلا العالي بهلا. صبر يا وطن، بابك غالي بغلا العيون وهروس الأطرابة، يوم المحن منصور. الله أكبر يا وطن، بابك غالي بغلا العيون وهروس الأطرابة، يوم المحن منصور. لنهاب العدا ولا تؤوب الردى، لنهاب العدا ولا تؤوب الردى، إلا العالي بحلاه. الله الله الله، يوم الوغى ننده نقول الله. يا ما شكت روحي ويا ما نده القلب، شرياني وجروحي تنده إلك يا رب. ببكوتي ونوحي تهون علي الصعب، فوح يا ريحان سلم.